مشاهدينا الكرام للحديث عن مأساة النازحين المستمرة معنا من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك دكتورة. بداية، عيد جديد يمر على النازحين وسط مأساته المستمرة، برأيك لماذا لا يزالون نازحين؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حيكم وحي مشاهديكم الكرام. ولا بد أن نبارك في بعيد الفطر، بارك لجميع العراقيين ولجميع المسلمين في بقاع الأرض. بالنسبة إلى النازحين ولماذا لا يزال النازحون في المخيمات، في الحقيقة يعني الأسباب أصبحت واضحة، وحتى رئيسة بعثة يونامي قد ذكرتها في إحاطتها أمام الأمم المتحدة، بالرغم من يعني من الملاحظات على هذه الإحاطة. الميليشيات هي السبب الرئيسي في عدم عودة النازحين، ونحن يعني نرى كل يوم ونسمع عن ما تفعله الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، سواء المناطق التي شهدت عمليات عسكرية أو غيرها من المناطق. والفيديو الأخير عن ما تعرضت له المرأة والطفل من الموصل، وكذلك ما وقع في قرية أبو خنازير، هذه شاهد على ما تفعله الميليشيات في العراق. الميليشيات كما نعرف أنها تابعة لإيران، وتأتمر بإيران بأوامر إيرانية بحتة. الميليشيات لها أهداف مرسومة تنفذها، وهذه الأهداف ترسمها لها إيران. لا ننسى أن إيران لديها مخططات في العراق، وهذه الميليشيات تنفذ هذه المخططات، منها التغيير الديمغرافي، خاصة ما نراه من ما حدث يعني المهجرين قسريا، وليس هم فقط نازحين، من عمليات منهجة من القصف من أجل أن ينزحوا عن ديارهم، والآن لا زالوا في ديارهم بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى مناطق سكناهم، منها السبب الرئيسي وهو سلطة الميليشيات وما يتعرض له كل ما ذكرته. دكتورة فاطمة، لم يأتي على حكومة بغداد بذكر ما الذي يغيب دور هذه الحكومة، أو لماذا يغيب دور الحكومة الرسمي في التعامل مع ملف النازحين وإنقاذهم من مأساتهم بعد 5 سنوات من هذه المعاناة؟ لا يوجد أي دور للحكومة، لأنه لا توجد أصلا حكومة في العراق، هي مجرد اسم لأغراض إعلامية فقط، لكي يقولوا أن هناك فعلا ديمقراطية جاءت بها أمريكا إلى العراق، ولكن الحاكم الفعلي في العراق هو الميليشيات. والميليشيات يعني تقولها صراحة أنها غير تابعة للحكومة، وزعماها يصرحون بأنهم تابعين لإيران وللولي الفقيه. الحكومة لو كانت هناك فعلا حكومة لكانت هناك الآن يعني منصب المناصب الأمنية، لكان هناك أشخاص ولو بالاسم يسيرونها، ولكن في الحقيقة يعني حتى هذه المناصب هي والتي هي تدخل في صميم الحفاظ على الأمن في العراق هي لحد الآن شاغرة ولا يوجد من يشغلها. الحكومة العراقية لقد رأينا كيف يعني استطاعت الميليشيات بسطوتها أن تغير حتى القوانين في العراق، ومنها قانون الأحوال المدنية وغيرها من القوانين التي تخص التسريع بإعدام المحكومين والصادر بحقهم أو أحكام بالإعدام وغيرها وغيرها من الدلائل على تسلط الميليشيات وأنها هي التي تسير الحكومة في العراق. حتى القوات الأمنية، القوات الأمنية أصلا هي منذ بداية تأسيسها تتبع للميليشيات، وهي مؤسسة على أساس إدماج الميليشيات وعلى أساس طائفي وغيرها. لو كانت هناك سطوة وكانت هناك سلطة للحكومة لكانت قبضت على الذين يحرضون طائفيا من زعماء الميليشيات، حتى هذا لم نره. الرئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة لا يستطيع الدخول إلى أي منطقة لو منعته الميليشيات، وحتى رئيس الجمهورية. طيب، ولاحظنا هذا في محافظة أديالة قبل عدة أعوام عندما حدثت المجازر في محافظة أديالة. دكتورة فاطمة، ذكرنا السبب والمسبب، لكن دعينا نتحدث عن النتائج المترتبة على عمليات الهجرة والنزوح القسري كما وصفتيها في العراق في الداخل. بعد 5 سنوات ولدت أجيال في هذه المخيمات، هناك من فقد القدرة على
إكمال مسيرته العلمية، هناك من يعني دمرت عائلته نتيجة هذا النزوح وهذه الهجرة القسرية. ما الذي يعني ما دلالات أو ما انعكاسات النزوح والهجرة داخل العراق على المجتمع العراقي كشكل، كتأسيس، كأواصر اجتماعية وغيرها؟ نعم بالتأكيد، يعني النزوح هو ليس شيء طبيعي وله انعكاسات خطيرة، يعني ومن أهم هذه الانعكاسات هو على طبعا هذا لا يعني يمتد إلى العراق كافة، سوف يمتد هذا الذي يمر به النازحون في المستقبل. العنف وانتشار العنف سوف يعني يزيد ويتفاقم في السنوات القادمة مع وجود هذا العدد الهائل من النازحين، يعني ما يقرب من 2 مليون نازح حسب إحصائيات الأمم المتحدة، وعدم وجود إمكانيات لتوفير حياة كريمة لهؤلاء النازحين، هذا سوف يجعل من هؤلاء لقمة صائغة للعصابات وللإرهابيين لكي يستقطبوهم، وبالتالي فإن دورة العنف سوف تستمر في الاستمرار في العراق، ونزيف الدم سوف يبقى في استمرار بنفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك التأثير على النازحين بأنفسهم، يعني حالة الفقر التي يعيشها الآن النازحون، حالة الأمر انتشار الأمراض، يعني هذه سوف تؤدي إلى إبادة جماعية بالنسبة للنازحين سوف تحدث لهم. بالإضافة إلى ذلك انعدام فرص التعليم الحقيقية، الآن مجتمعات النازحين عبارة عن يعني مجرد نساء وأطفال، يعني هؤلاء فقدوا المعيل لهم، هذا سوف يضطر النساء إلى القبول بأعمال حتى لو كانت منافية للأخلاق، واسمحوا لي بهذا لأن هذه هي حقيقة يعني لا يجب أن نتغاضى عنها. طيب. ولهذا سوف يؤدي إلى تدهور حتى في أخلاق المجتمع وتردي أخلاق المجتمع وغيرها وغيرها، يعني الانعكاسات خطيرة خطيرة، وسوف يعني نراها في المستقبل، ولن يعني في الحقيقة سوف لن نستغرب إذا حدث مثل هذا. في السؤال الأخير لك دكتورة فاطمة، بعثة الأمم المتحدة دعت لتأمين عودة طوعية للنازحين، إلى متى تكتفي المنظمات الأممية بالدعوة والمطالبة؟ أليس منتظرا منها فعل شيء على الأرض؟ يعني مع الأسف الشديد يعني الأمم المتحدة هي ليست منظمة مستقلة، يعني حتى في يعني التقارير التي تصدر عن الأمم المتحدة تحاول أن يعني أن تنمق هذه التقارير لكي تجعلها تتماشى مع أهواء أمريكا والدول التي تسيطر على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لو كانت هي فعلا يعني تنشد مصلحة الشعب العراقي لكانت لا تصدر منها أكاذيب وكلام غير حقيقي حتى في أيام العمليات العسكرية. يعني أنا لحد الآن أتذكر ما كانت تقول له ليزا جراندي حول المساعدات، منسقة الشؤون الإنسانية، حول أنهم حتى لو اضطروا أن يرموا بالمساعدات من الهليكوبترات للنازح للمدنيين في مناطق عمليات العسكرية سوف يقومون بهذا، ولم نشهد أي شيء من هذا. وضحت الفكرة. تعرضت المدنيون إلى مختلف أنواع العنف، ولحد الآن الأمم المتحدة ساكتة. من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا لك.